علينا توا في الاستماع. مرحبا بكم الكل. العشرة وخمسة وعشرين دقيقة مكملين لقانا المباشر لحداش في صباح تونسي. نحييكم تابعوا فينا على الستريمينغ نتاعنا www.radionational.in. تحياتي لكم في ساعتنا الثانية كالعادة. تجيب حذينا عواطف الشابي في فقر دير الداري. مرحبا عواطف. صباح النور منى. تحية لك وتحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية. البارح تحدثنا على ديكور، اليوم باش نبدلوا شوية نحكيو على البناء. اليوم شنو الموضوع بالضبط؟ اليوم باش نغيروا شويه في الموضوع بالنسبه للبناء. حبينا نحكيوا على تصميم وتركيب المصاعد الكهربائيه في المباني. باش نحكيوا هذيا على سنسور اليوم. بالضبط. بالضبط. حاب نعرف قداش يتكلف فينا هذا، شنو باش نتبع. نشوفوا مع وليد. شوفوا مع وليد. نمشيو ميلا مع زين الداري. نجدد التحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية. وكما قلنا باش نحكيو على المصاعد لاسانسور والحاجة للاستخدام اللي هم المصاعد الكهربائية في المباني متعددة الطوابق، سواء للمباني السكنية أو الإدارية ولات أساسية وملحة، خاصة المباني الأكثر من زوز طوابق لتسهيل التنقل بين الطوابق، وهي وسيلة لتوفير الوقت. ونظرا لأهميتها شهد تصميمها وتركيبها تطور حسب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة المعمارية، باش توصل قدرة المصاعد على نقل مجموعة كبيرة مع قدرة تحمل معينة في وقت وجيز وتوفير الأمن عند استعمالها. ولكن فما شروط معينة يلزم مراعاتها عند تصميم وتركيب هذه المصاعد باش تكون آمنة لمستخدمي المصاعد ويكون تصميم المصعد مثالي. معنا بالهاتف وليد خرات المهندس المعماري باش يعطينا كل التفاصيل حول تصميم المصاعد وأهم القواعد الأساسية للتركيب. مرحبا بك وليد. صباح الخير عواطف. صباح الخير منى. صباح الخير لسمعين الناس الكل. مرحبا. مرحبا. يقول قايل علاش اخترنا احنا الموضوع هذايا؟ الحقيقة ما تطرقنالوش قبل، والراوه ولا أساسي خاصة في المباني السكنية. وليد هكا ولا؟ فوالا حاجة طبيعية. كما قلت اليوم باش نحكيو عن المصاعد. أول حاجة نقولها للعباد اللي موضوع المصاعد هذا موضوع كبير برشا وصعيب برشا، تنجموا نطرقوا لجميع النقاط المربوطة به. بالطبيعة. خاطر ثم توصل العباد تعمل حتى ماستير حتى على المصاعد، هذا جوست نقول لكم الموضوع هذا كبير معناتها كبير برشا ونجموا نحكيو فيه برشا. أما احنا اليوم نحبوا نطرقوا خمسة نقاط أساسية مهمة في المصاعد. نقولوا أهم النقاط احنا. فوالا أهم النقاط اللي بتخلينا نفهموا الفونكسيونمون تاع المصعد. بالضبط. ونعرفوا شنو هو المصعد، كيفاش يخدم، شنو الأنواع نتاعو، وين وقتاش نحطوه، وشنو أهم النقاط اللي لازم تكون في المصعد. هذا هو. أول حاجة نحب نبداوها نعطيو تفسير المصعد. المصعد هو شنو؟ هو عبارة عن آلة المهمة نتاعها باش تهز العباد في أون كابين وتمكنهم من الحركة من نقطة إلى نقطة أخرى بصفة عمودية. معناها يجو لو ميم رول نتاع أن إسكاليي اللي تنجم تطلع من أن نيفو لأن نيفو آخر، أما دو فاسون ميكانيك. خاطر قبل كانت معناتها يعوض الدروج ولكن بطريقة تكون أسرع. فوالا بطريقة ميكانيك. خاطر كي قبل الناس قبل كانوا على عكس توا، هو خاطر لي زاسونسور سي اون ريبونس للعباد الغنية بارابول العباد الفقار. خاطر الناس قبل، الناس الفقراء معناها الفقراء كانوا قبل هما في لي زيتاج الفوقانيين، خاطر فماش كان الاسانسور، كان بالدروج، والناس الميسورين يكون هما في لي ريتشوسي ولا لي بريمي نيفو. دونك جي اون ريبونس معناها لا ساتيسفاكسيون للراحه. فوالا باش نفهم المصاعد شنيا وكيفاش وشنيا هي، لازم نفهم خمسه نقاط اساسيه. اول حاجه الموقع نتاع المصعد نتاعنا. النقطة هذه مهمة برشا ويلزمنا نعطيوها أهمية كبيرة. وقت نخدموا البروجي نتاعنا بصفة عامة، احنا نعمل المصعد وقت البنية نتاعنا تفوت إير بلس 4. صحيح نلقاو عمارات إير بلس 4 من غير مصعد، أما قانونيا انطلاقا من إير بلس 4 يلزمنا نعملوا أن أسانسور. هذا ما يمنعش اللي نلقاو ساعات فما ديار إير بلس 1 ولا إير بلس 2 فيهم مصعد. أما كي نحسبوها فلوس وكل شيء ما توتيش بعضها، ما تسمى مظهر نتاع لوكس معناتها الواحد شام إير بلس 1 ولا إير بلس 2 باش يعمل أسانسور. سا سير ريان، ما سي ان غاسبياج زيد لارجون، معناتها نحسبوه احنا ديما على بارتير من ان بلس 4. بالنسبه للموقع نتاع المصاعد نتاعنا ولا المدارج معناتها تو سكي الحوايج اللي طلعوا فيرتيكالمون، لازم يكون البلاصه نتاعهم استراتيجيه. اش معناتها؟ معناها بصفه عامه نحطوا المصاعد نتاعنا في دي هول باش يكونوا متاحين للناس الكل، وخاصه في المباني السيمي كوليكتيف.
مثلا المصعد اللي يهز العديد من الشقق كما نقولوا، لازم بلاصتو تكون مركزيه دو تيل سورت كي نخرج من المصعد نتاعنا نجمو نمشيو فاسيلمون لجميع الشقق نتاعنا. انا قاعدين نشوفوا في الصور نتاع المصاعد الموجوده في المباني السكنيه. فوالا، هذه اول حاجه لازم نكونوا حاطينها بعين الاعتبار. ثاني نقطه باش نطرقوا لها اليوم هي الانواع نتاع لي زاسونسور. بالنسبه للانواع نتاع لي زاسونسور فما نوعين، فما المصاعد الهيدروليكيه معناتها لي زاسونسور هيدروليك، وفما المصاعد اتراكسيون معناتها اللي بالكابل. النوعين هذم يقوموا على اساس بسيط جدا نتاع الفيزياء، باش نحركوا اي حاجه شنو يلزم؟ يندزوها ينجبدوها. دونك كل مصعد منهم يقوم على حاجه منهم. بالنسبه للمصاعد الهيدروليكيه هي تقوم على مبدا البوسي. اش معناتها؟ معناتها عن طريق فما اون بومب ميفخه تعطي بريسيون للزيت اللي دز البيستون نتاعي باش يطلع لي لاسونسور نتاعي الفوق، وهكا يطلع لاسونسور وباش يهبط ما فيها حتى شيء، تسيب لا بريسيون يهبط لاسونسور نتاعي. المصاعد هذه مستعمله بصفه عامه باش لي زيسباس ما تفوتش 18 متر، معناتها اذا كان باش تفوت 18 متر نمشيو لو تيب الاخر، معناتها المصاعد هذه لي زيسباس اللي اقل من 18 متر. عندها برشا ايجابيات وعندها سلبيات كيف ما الحوايج الكل. بالنسبه لايجابياتها اكثر ايجابيه فيها هي السوم نتاعها، سومها ماهوش غالي برشا، لي زاسونسور ايدوليك مقارنه باللي زاسونسور اتراكسيون ارخص منهم. لافونتاج الثاني نتاعها هي دقيقه في الحركه نتاعها، معناتها فما اون بريسيزيون نتاع موفمون نتاعها. حاجه اخرى من لي زافونتاج نتاعها، نجمو فاسيلمون معناها بسهوله نجمو نحطوها في بنيه اكزيستونت، معناتها نجمو مثلا بنيه اكزيستونت نحبوا نزيدوا اناسونسور، هذا اللي بلوز ابوردابل بلو فاسيل باش نعمل اناسونسور هيدروليك كو اناسونسور اتراكسيون. يعني كي تبدا بنيه موجوده ونحبوا نضيفوا لها اسانسور هذه الطريقه اسهل. فوالا اكزاكتومون بالضبط. بالنسبه للسلبيات نتاعو ما يفوتش 18 متر اول حاجه قلنا لها. الحاجه الاخرى يعمل تلوث نتاع السوسول نتاعو، خاطر هو يقوم على السيستم نتاع لي بيستون نتاع لي فيرا، دونك فما زيت، دونك فما تلوث نتاع فاسون جينيرال نلقاوها في السوسول، ديما نلقاوها مسخ دي بيت نتاع زيوت نتاع حكايات كشناكا، ديما نلقاوها مسخ. السلبيه حاجه اخرى نتاعو ياكل برشا ضوء مقارنه بالاخر، دونك يكونسوم انورميمون ضوء، معناها كيفيه كبيره نجم نقولوا. وحاجه اخرى سلبيه يعني يتكلف اقل ولكن في نفس الوقت يستهلك اكثر ضوء. اكزاكتومون، دونك كل حاجة اون بيز لو بور ولو كونتر باش نعرفوا لوين باش نمشيو. ويلزمنا نعزوا الأرضية بتاعنا كي باش نعملوه، على خاطر هو ما قلنا على سيستم تاع معناها تاع فيرا يطلع ويهبط، معناها عندك من بعد كي باش يهبط، فما حاجة أخرى وقت اللي هو يطلع ويهبط من دي بيستون، دوكو كي باش يهبط يركز، معناها فما ديزامورتيسور اللوطة، ديزامورتيسور هذم يلزم الصيانة نتاعهم صفة دورية، خاطر الشارج نتاع كي يهبط الأسانسور نتاعو تجا اوزور نتاع لي زامورتيسور اللي هما عباره على زيرو سور، هذوما يلزم معناها ريغوليرمون نبدلوها. اهم حاجه الصيانه. فوالا اكزاكتومون، هذا النوع الاول نتاع المصاعد. النوع الثاني نتاع المصاعد هما بالكابل اتراكسيون، هما الاكثر انتشار، هذا نقول اللي اكثر ماشيين مستعملينهم اكثر. فوالا هذا تو معناها بريسك اللي البنيات جدد الكل، تم بريسك لي زيدوليك اللي سون اون تران ديسباريت ما عادش موجودين، قاعدين ماشيين اكثر تو المصاعد اتراكسيون. هما قلنا الاكثر انتشار ويقوموا على مبدا البولي، البولي شنو هي؟ معناها نفس السيستم كما نقولوها بلغتنا الدارجه الحبل والجراره. معناها اسمع عندك جراره اللي هي تقوم، مش معناها؟ معناها عندنا كابين اللي عندها ان بوا نتاعها، فما ان كونتر بوا، على قد ما يهبط الكونتر بوا على قد ما يطلع المصعد نتاعنا. والعكس صحيح، معناها كي يطلع الكونتر بوا تهبط الكابين نتاعنا، معناها السيستم تاعك البالانكو، معناها حاجه معناها تمشي معناها ان بوا ان كونتر بوا، معناتها كيما سيستم تاع ميزان، اما ان سيستم تاع جراره. قاعدين نشوفوا فيها في التصوير ولي. فوالا، النوعية هذه مقارنة بالأخرين أكثر أفونتاج فيها اللي هي السرعة في التنقل. خاطر الأسانسور فاسون جينيرال السرعة نتاعو نجم نقولوا هي من 0.6 متر في الثانية. بالنسبة للأسانسور هذا الأتراكسيون اللي بالبولي نجم يوصل حتى 18 متر في الثانية. مثلا كيما نلقاوها في برج العرب مثلا بار اكزومبل اللي علو 800 متر. معناها في 40 ثانية نجم نوصل للدنيير ايتاج. أنا باش نفهموا لا المباني العالية برشا معناتها ما تتطلبش برشا وقت وقت اللي نطلع في ولا ما تتخيل 800 متر باش تطلع اونوتير في 40 ثانية اللي احنا تو تلقى في بنياتنا العادية مالوريزمون نستخدموا كل لي زاسونسور القدم الموديل القديم الهيدروليك تلقى تقعد تستنى أكثر من 40 ثانية باش توصل للنيفو اللي حاسك بيها.
هذا هو فما كما قلت كما عنده برشا ايجابيات، ولكن فما برشا مشاكل خاصه وقت اللي يبدا المبنى فيه حتى 7 تقان والواحد يكون مزروب باش يطلع ولا باش يهبط ويلقاها متعطل والا يقعد يستنى فيه برشا، هذا سبب مشكل كبير. هذا علاش احنا نكمل فيها الايجابيات باش نعطيك الحل للشيء هذا. الايجابيات ما ياكلش الضوابط يعني مقارنة بالاخر تسمى الكوسم النوع الثاني مديري فوالا، معناتها النوع الثاني يتكلف اكثر ولكن ما ياكلش برشا ضوء. اكزاكتومون دونك نغزو لها ان بلوس وما ممكن يواتيك هذا خير. وهذا يلزم معناها صيانه دوري معناتها يلزم خاطر اللي بلوس سونسيبل دونك يلزم ديما نتلاهو به. بالنسبه للبوان اللي قلته لي انت تاع فتره الانتظار وكل شيء، نحب نقولها مثلا كي عندنا ان ايموبل يفوت مثلا ار بلوس 10 ار بلوس 7 كما قلت انت وكل شيء، دو بريفيرونس نعمل اون باتري نتاع اسانسور، ما نعملوش اسانسور ولا زوج، نعمل اون باتري مثلا فما تلقى ساعات برشا بلايص يعملوا مثلا دي اسانسور يهزك الطوابق البير الزوجيين والفرديين، باش نقصوا لو طون داتون نقص مهمل معناها، ولا نعملوا مثلا 10 تيقان الوالا ومن بعد 20 الوالا ومن بعد الكلاس معناها نقصهم بار 10 10 10، نشوفوا كيفاش نقصهم باش نعملوا ريديو لو طون داتون نتاع العباد، نحاولوا نلقاو حل لان المشكله هذه خاطر 90% يكون عندك اسانسور معناها الفيتيس نتاعو كبيره وكل شيء، اما لو طون تاع كل ايتاج يقف وكل شيء تالي سا سير ايا دوكو علاش نعمل ملتيبليكاسيون تاع لي اسانسور نتاعنا باش اون غوميدي الحل هذا. يعني نعملوا زوز مصاعد في نفس المبنى مثلا بالارقام الزوجيه والفرديه هكاك باش ينقص الانتظار. اكزاكتومون زوج ولا كلاسه ولا اربعه انت وكبر البنيه نتاعي انت وقداش الكاباسيتي نتاع قداش تستقبل خاطر او ار بي ايتابليسمون ريسبون بيبليك قد يستقبل معناتها العموم هذا فيها ان كالكول وقد ايش نعرف نحطوا فيها بالضبط. بالطبيعه فيها مقاييس معينه وشروط معينه باش تتعمل في معناتها وتكون على احسن حال. اكزاكتومون. ثالث نقطه لازم نفهموها هي المكونات نتاع لاسانسور. كيما لاسانسور هيدروليك ولا اتراكسيون زوج متكونين من كابين من ديكيد من ديكابتور نيفو، اما لازم نكونوا حاطين في عين الاعتبار لأي اسانسور لازم يكون في اون جام اللي هي عباره على بلاصه باش نحطوا فيها المصعد نتاعنا. معناها سي اون ريزرفاسيون، معناها ريزرفاسيون فاسون جينيرال في الفورم تاعها كاري ريكتونجولير تكون معموله بالبيتون ارمي بالخرسانه المسلحه واللي القياسات نتاعها تختلف معناها انت والبزوان نتاعك وانت والكاباسيتي نتاعك وانت والفابريكون معناها الفابريكون معناها فما خاطر كل فابريكون كيفاش فما وفما الفيتيس نتاعو فما لا كاباسيتي نتاعو ومعناها انت والوحده نتاعك. اما نجم نقولوا اللي اصغر ديمونسيون مثلا موجوده في المارشي هي متر ونص على متر ونص اون كاباسيتي نتاع 6 بيرسون معناتها الاسانسور متر ونص على متر ونص باش 6 من الناس نعملوا اون ريزرفاسيون نتاع متر ونص. خمس نقطه نحب نطرق لها اللي هي اخر نقطه اللي الصيانه نتاع الاسانسور يلزمها تتعمل بصفه دوريه. يعني كل قداش؟ لا لوجيك شنو نقولوا احنا اللي لاسانسور وقتاش نخدموه معناها نتاج لونتروتيان نتاعو هي كل 3 اسابيع، مي مالوريزمون معناها لابليكاسيون صعيبه برشا صعيبه برشا ساعات نلقاو بكلافه اشهر اذا كان مش مره في العام. دونك الصيانه سي بريمورديال خاطر لي لاسانسور سي سون دي زونجان حساسين برشا وليزور نتاعهم ديما فما صيانه دوريه لازم نركزوا معاهم ونكلاو بهم. الصيانه هذه نحب نقول نجم راهو تفوت السوم تاع المصعد نتاعنا معناها نحاولوا ديما نستحوذوا على المصعد نتاعنا اما اون موفيز جو معناها نعملوا اون بون اوتيليزاسيون تاع المصعد نتاعنا فما برشا مثلا بار اكزومبل يكون يهبط مثلا في المصعد نتاعو الدم يعمل اون شارج سور بلو للوحده نتاعو ديكو هذاك نجم يهلك لي ليكيد نتاعي نجم يكون ان بوا يهلك لي لي كابل ديكو علاش نحاولوا ديما نستحوذوا على المصعد نتاعنا باش نحاولوا نقصوا لو كو نتاع الصيانه خاطر الصيانه راهو بالحق راهو تتكلف خاطر سوم المصعد نجم نقولوا ابارتي من 40 مليون. انت هوني تقصد ربما وليد تصليح المصعد يتكلف اكثر اي اما بالنسبه للصيانه وقت اللي نقوموا بالصيانه ما نوليوش نصلحوا معناتها صيانه دوريه. الصيانه الدوريه مثلا الزيت نتاع لي زامورتيسور اللي حكينا عليهم حكيت هذوك لازم تجرى فاسون جينيرال، اما زاد اذا كان نادم ولا تحليبان ولا بالطبيعه الانغروني ولا حكي وسيرتو نقول للعباد راه كي مسكر عليكم اسانسور انتم في وسطو نبانيكي با بوتون تنزلوا عليه هذاك نتاع الارم اقعدوا استناوا ما تحاولوش معناها تفرسيوا الباب ولا حكايه اقعدوا استناوا يدخلوا الوحدات
ومعناها شهادات مختصة ولا للسنديك ولا حكاية ويشوفوا يخرجوكم منها. فوالا هذوما هما البوانات اللي حبينا نطرقوا عليهم على المصاد. جيسبير العباد فهمت لو فونكسيونمون تاع المصاد كومون يفونكسيون. واضح واضح وليد، والاكيد وانه مادام احنا في حاجه لاستعمال هالنوع من المصاعد يلزمنا نحافظوا عليها ونحسنوا استخدامها. كما قلت ما نجيش معناتها المصعد يهز العباد نحطوا فيه سلع والا حاجه حموله اكثر من الطاقم نتاع حموله الاسانسور، هكا ولا لا؟ بالضبط. شكرا لك وليد على كل هالنصائح وكل هالافكار اللي قدمتهم لنا. موعدنا يتجدد معاك ان شاء الله نهار الخميس في موضوع جديد، والناس اللي ما خلطوش باش يسمعونا ينجموا يرجعوا صفحتنا على الفيسبوك الاذاعه الوطنيه التونسيه غاديو ناسيونال تونيزيان وشوفوا بالصوت والصوره شنو حكينا اليوم مع وليد. شكرا لكم عواطف ومشكور برشا وليد خرات مهندس معماري. تنجموا ترجعوا وتتابعوا بالطبيعة الفقرات الكل من بيناتهم زينة داري طول 10:41 دقيقة. بعد شوية نتحدثوا على الفاكسان جديد وقتاش موعد وصول لتونس، يظل كنا نستناو بفارغ الصبر وعطاونا أمل دو فاكسان هذوما اللي ظهروا معناها اللقاح هذايا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية والأولاني في ألمانيا. إن شاء الله يخلطونا معناها وما يطولوش علينا برشا. بعد شوية كنا معنا بالهاتف الدكتور الهاشمي الوزير مدير معهد باستور باش نفهموا منه هو التفاصيل الكل. نمشيو نسمع ألفة بن رمضان تغني لنا حد المكتوب.